تعقد اليوم في المنامة اجتماعات موسعة بين مسؤولين في مملكة البحرين ووفود من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، حيث يرأس وفد الولايات المتحدة الأمريكية سعادة السيد ستيفن مينوشن وزير الخزانة الأمريكي، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي سعادة السيد مائير بن شبات مستشار الأمن القومي. وسيتم خلال هذه الاجتماعات التوقيع على بيان مشترك يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك. وتأتي هذه الاجتماعات إثر توقيع إعلان تأييد السلام التاريخي بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في واشنطن في 15 من سبتمبر الماضي بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإقرار مبادئ اتفاق إبراهيم وفتح فصل جديد من السلام والتعاون، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنمية والازدهار لمملكة البحرين ودولة إسرائيل والمنطقة.